السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم على فيديو جديد، فلوق جديد من سيوات ليلى العميرية. الفلوق ديال اليوم من المسجد الحسن الثاني، يعني اخر فلوق الليلي، يعني من بعد مشينا في الليل المسجد الحسن الثاني وصورنا لكم المسجد في الليل وصلينا العشاء، ثم يلا متقبل ما شاء الله أمة لا إله إلا الله بالصحة والراحة للجميع، الناس زيهم جميع بقاع المدن. مرحبا بكم معنا في الفلوق، تحية لنادية وتحية خويا موشا، وشكرا للضيافة ديالهم اللي غطيهم علينا، الله يكبر بهم الناس، يعني الخيم الكبيرة الله يرحم أمي محزوبة والله يغفر ليها والله يوسع عليها ضيقة القبور. الصراحة كانت منشأة حتى هي تنصبها، ولكن الموت علينا حق، الله يرحمهم الله يرحم أمواتنا وأمواتكم جميعا. وهنايا خويا موسى الله يكبر بهم على حسن الضيافة وكرم الضيافة، صراحة المسجد عامر. عبد الله وموسى غادي نمشي نصليو، ماهيش دينا عليكم الناس ومتبعو معنا الفلوق، من بعد الصلاة غادي نخرجو ونمشيو ناكلو الكوبيل نسوي، ومن بعدو غادي نمشيو إن شاء الله نتعشاو سندويتشات باش ناك أو سوية مريم. مرحبا بكم معنا، وسمحوا لينا قبلنا رقم عارفين مع الربلة والسفر، يعني كنبغيو نصورو لكم ونوريو لكم فين مشينا، الفلوقات ولفنا هادشي معاكم. ما تنساوش لايك ابوني بارطاجي، والصراحة المسجد الحسن الثاني يعني معلمة تاريخية، وبالليل حتى هو عندو نظرة خاصة، يعني بالليل تاني كيبان حسن، تاني بالنهار شكل وبالليل شكل. خليكم مع بقية الفلوق، وتحياتي لكم جميعا، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام في أمان الله ورعايته. الطريفة هنا اللي جرات لينا أن مروة خطأت في الطوموبيلة ديال موسى، ودخلت في الطوموبيلة ديال حلت الباب ديال الطوموبيلة ديال واحد الناس، جيت للمسجد قدام ورانا، جا السيد بقى كيتفرج فيها، بقى هو واقفين السيد وعائلته كيتفرج فيها، عاد شافت عينيها شافت الناس مشي هما. رجعنا غي ضحك الحمد لله لوحدي ولا رد البال، الدراري صعاب صراحة، واحد بحالك كان صحابي ولا رد البال. حلت الطوموبيلة ديال الناس وبطلع فيهم، وأول ظهور لصديقتي العزيزة والأخ ديالنا موسى ونادية، الله يحفظهم ويبارك لهم في وليداتهم اللي خطيهم علينا، الله يعطيهم صحيحتهم، دائما مكبرين بينا الله يكبر بهم يا ربي. تحية ليهم جميعا، تحية لعائلة جينين. من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف، بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف، بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. طبيعة ودوال الإنسان، واللي شرب لها يشافى، واللي شرب ما يتعافى، يلي هرب في الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى، طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب لها يتعافى، واللي شرب ما يتعافى، بلادنا يتعافى.
تشوف يا أرض كريمة وضيافة وجمالها لا تطوف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها ناطق بحروف، ناسها بقوة وضرافة، ناسها بقوة وضرافة وجمالها شايع معروف. حل يا بلادي واللاف واللي سهل يجي ويشوف. من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. طبيعة ودول الإنسان واللي شرب لها يشافى، اللي شرب ما يتعافى، يلي هرب في الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى. طبيعة ودول الإنسان واللي شرب لها يتعافى، اللي شرب ما يتعافى. جمالها ناطق بحروف، ناسها بقوة وضرافة، ناسها بقوة وضرافة وجمالها شايع معروف. شحال يا بلادي واللاف واللي سهل يجي ويشوف. من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف.
والشمس دور